فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد السفر فجمع في بيته ثم خرج، فهل فعله صحيح؟ ما شاء الله، لا ما هو صحيح، ما بعد بدأ السفر. السفر ما يبدأ إلا إذا خرج من عامر البلد، من عامر البلد، ما هم من بيته، وعمله ما هو صحيح، وصلاته ما هي صحيحة اللي جمع. نعم. فضيلة ولا الشيخ. يقصر، ما يجمع ولا يقصر، لأنه ما بعد شرع في السفر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.